من كاليفورنيا أرحب بماجد الكيالي الكاتب الفلسطيني. سيد الكيالي، أهلا بك، صباح الخير. يعني عندما تتحدث حركة حماس بأن الضوء الأخضر الذي تلقته إسرائيل لاستئناف عملياتها العسكرية قد تلقته من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي كان في زيارة لإسرائيل والمنطقة، هل برأيك بالفعل الولايات المتحدة قدمت ضوءا أخضرا لاستئناف هذه العمليات؟ ولماذا؟ هل هي تضرب جهودها وجهود حلفائها أيضا الذين كانوا يحاولون تمديد الهدنة؟ الحقيقة لا، يعني لا يوجد شيء جديد في هذا الكلام، يعني تصريح حركة حماس لا يوجد جديد فيه بالنسبة للموقف الأمريكي. الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية هي التي وقفت بكل قوتها وراء حكومة نتنياهو، وراء الحرب الوحشية التي شنتها حكومة نتنياهو على الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة. يعني لولا انه هناك موقف امريكي داعم سياسيا واقتصاديا وعسكريا لما جرؤت الاداره الاسرائيليه على يعني على كل ذلك التوحش اذاء الفلسطينيين. احنا بنعرف انه الاداره الامريكيه هي التي حشدت حتى مواقف قاده الدول الغربيه وراء حكومه نتنياهو، وهي التي تقدم اليوم يعني أفظع أنواع الذخيرة للحكومة الإسرائيلية لدعمها في حرب ضد الفلسطينيين. هلأ ليش بتعمل هيك الإدارة الأمريكية؟ لأنه الإدارة الأمريكية تعتقد أن إسرائيل هي حليفها الموثوق في المنطقة، وأنه أي خسارة لإسرائيل هذا يعني خسارة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مع الاعتبار هنا أنه هناك نوع من التمايز بين موقف الإدارة الأمريكية في الموضوع الفلسطيني إجمالا وبين موقف الإدارة الإسرائيلية الحالية، لكن هذا لا يختلف عن موقف الإدارة الأمريكية عن موقف إسرائيل بشكل عام، يعني بغض النظر عن حكومة نتنياهو. لأنه حكومة الإدارة الأمريكية، كل الإدارات الأمريكية كانت تدعم إسرائيل منذ قيامها، وهي دعمت حتى بعد عملية التسوية وتوقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض الأمريكي برعاية أمريكية، دعمت التملصات الإسرائيلية من هذا الاتفاق على طول الخط. طيب. لذلك كل الحكومات لم تأخذ موقفا صلبا للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ استحقاقاتها في عملية التسوية إلى أن وصلنا إلى هنا إلى لحظة الانفجار. وبالتالي هي ماضية كما تفضلت سيد كيالي في دعم إسرائيل بلا هوادة. طبعا حتى لا تفشل إسرائيل في خططها وفي ما رسمته من أهداف، لكن الواقع يقول بأن إسرائيل بالفعل لم تحقق أي هدف من الأهداف التي وضعته منذ بداية هذه الحرب. يعني أنا أقترح أنه نكون حذرين في هذا الاستنتاج. خلينا نشوف إيش بدها إسرائيل. خلينا من الكلام المرسل أو الشعارات المرسلة من هنا وهناك. إسرائيل سيد كيالي، في بداية هذه الحرب كانت إسرائيل واضحة بالحديث عن القضاء على حركة حماس وعن أن لا يكون قطاع غزة تهديدا لإسرائيل. لحد هذه اللحظة لم توقف إسرائيل حركة حماس أو تنهي سيطرتها على قطاع غزة، ولا زالت الرشقات الصاروخية تنطلق من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي. طيب، لكن إحنا بالمقابل بدنا نشوف ما الذي جرى. اللي جرى أنه في تدمير 60% 70% من عمران قطاع غزة. اللي جرى أنه في تشريد حوالي 1,300,000 فلسطيني من بيوتهم في قطاع غزة. اللي جرى أنه في 50,000 بين شهيد وبين جريح ويعني ومعاق، وأنه ناس تحت الأنقاض مفقودين تحت الأنقاض. هي كلها ضمن الاستهدافات الإسرائيلية. يعني لا يمكن أن نقول بالشكل العمومي أنه إسرائيل لم تحقق أهدافها. ليش؟ شو هي أهداف إسرائيل؟ أهداف إسرائيل من وجهة نظري أنه إسرائيل من ذلك التوحش ضد الفلسطينيين لا تستهدف فقط حركة حماس. حركة حماس بالأخير مجموعة مقاتلين مقاومين
1000 2000 10000 20000، لكن احنا عم نحكي عن مليونين، مليونين وربع من الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، الذي جرى او الاستهدافات الاسرائيليه من تلك الحرب، اولا اخضاع الشعب الفلسطيني لمنطق القوه، لمنطق الغطرسه الاسرائيليه، بمعنى انه الفلسطينيين من النهر الى البحر عليهم ان يخضعوا للسرديه الاسرائيليه، انه اسرائيل هي امر واقع موجود، وانه الاحتلال موجود، وانه اسرائيل هي المهيمنه من النهر الى البحر. هذا اولا. ثانيا اسرائيل تتوخى من ذلك ايضا استكمال ما لم تستكمله بالنكبه في 48، اللي هو الاستمرار في اقتلاع جزء من الشعب الفلسطيني. اليوم لاحت لها تلك الفرصه مع هذا الدعم الدولي، التغطيه السياسيه الدوليه، انه ممكن تقتلع مثلا مئات الوف من الفلسطينيين، بعرفش قديش يعني، لكن هي طبعا تحاول ما امكن انه يكون الاكبر عدد اقتلاعه من قطاع غزه، تلك المنطقه كثيفه السكان. الهدف الثالث ايضا انه اسرائيل تكرس ذاتها في الواقع العربي في المنطقه كجزء من الفسيفساء الموجوده في المنطقه او ضمن الهندسه الامريكيه لتلك المنطقه، بحيث تكون عضو طبيعي في ظل الخراب السائد في العالم العربي، في المشرق العربي تحديدا. تلك الأهداف الثلاثة أنا رأيي هي الأهداف الرئيسية. هلأ في هذا السياق طبعا هي تحاول أن تستهدف حماس، ولكن اللي إحنا شايفينه أنه الحرب تجري ضد كل الشعب الفلسطيني، حتى في الضفة الغربية حيث السلطة ومن الفلسطينية ذلك فيها. سيد كيالي، صحيح، ومن ذلك ما تفضلت به بمحاولات إسرائيل، ما وصفتها أو ما وصفته باقتلاع الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهو ما ترفضه سواء دول إقليمية كمصر وعبرت عنه في أكثر من مرة وعلى أكثر من لسان، وأيضا واشنطن تبدي معارضة واضحة إزاء أي خطة لتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية. هل الولايات المتحدة جادة برأيك في التعبير عن رفضها لمثل هذه الخطط؟ خلينا نراجع التاريخ، انه حتى احنا ما نحكم عليها فقط بمجرد الاقوال، احنا نراجع التاريخ. الولايات المتحده الامريكيه، خلينا ناخذ التاريخ مش من الاحتلال 67 مثلا اللي له 56 سنه اليوم. الولايات المتحده الامريكيه رغم كل قرارات مجلس الامن الدولي لم تبالي باي شيء، ولم تضغط على إسرائيل بأي شيء، بل بالعكس أنه شجعت إسرائيل في كل المواقف المتعنتة التي اتخذتها. خلينا نأخذ مثلا اتفاق أوسلو اللي تم توقيعه وقع عليه الرئيس الأمريكي وقت كلينتون. هذا الاتفاق أطاحت به إسرائيل وضربت به عرض الحائط. حتى مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت 2002 وطلع بمبادرة عربية للسلام مع إسرائيل، أنه انسحاب مقابل سلام كامل، انسحاب كامل مقابل سلام كامل، لم تبالي به إسرائيل أيضا. والولايات المتحدة الأمريكية ظلت تتفرج، مجرد أنه بتقول الولايات المتحدة الأمريكية في بياناتها، حتى بايدن يعني من كم يوم حكى أنه لازم يكون في دولة فلسطينية، لكن ما الذي تفعله الإدارة الأمريكية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته؟ هي لا تستطيع أو لم تأخذ موقف من الاستيطان، من مجرد اقتلاع مستوطنة من الأراضي المحتلة. يعني عندما تقول أنه هناك استيطان إسرائيلي في الضفة الغربية، معناتها ما في دولة فلسطينية، إن شاء الله يكون مستوطنة واحدة، هذا يعني لا لدولة فلسطينية. فبقصد أنا الكلام اللي بتحكيه الإدارة الأمريكية اليوم، وهي بتبعث ذخائر للجيش الإسرائيلي وبتقول ما بدي تهجير للفلسطينية، هي من الناحية العملية هي تساير المخطط الإسرائيلي بغض النظر عن ما تقوله. طبعا أنا ما بقول أنه ما في تمايزات بالمطلق بين الإدارة الأمريكية، لا، الإدارة الأمريكية في تمايزات بينها وبين الإدارة الإسرائيلية الحالية، بين إدارة نتنياهو. هي تعتقد أن إدارة نتنياهو تضر بإسرائيل، يعني بقصد اليمين القومي والديني اللي هو سيطر على إسرائيل منذ نهاية العام الماضي. شفنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تدعو نتنياهو كرئيس للحكومة لزيارة البيت الأبيض كما جرت العادة، لأنه في خلاف، هذا الخلاف الإسرائيلي الداخلي بين المتدينين وبين العلمانيين، بين التيار اللي بده يعني اللي يريد أن يحافظ على طابع إسرائيل كدولة ديمقراطية وعلمانية وليبرالية في الشرق الأوسط تبعا للقيم الغربية،
والتيار الآخر اللي هو التيار الديني والقومي اللي يعني لا يسأل عن أي شيء من هذا الأمر ويريد أن يقيم يعمل نوع من الانقلاب الداخلي في إسرائيل. هذا سبب الخلاف الأمريكي الإسرائيلي. الخلاف الأمريكي الإسرائيلي ليس له علاقة بالفلسطينيين، حتى لو نصحت الإدارة الأمريكية إسرائيل بأنه لازم تتجاوب وتحسين أوضاع الفلسطينيين، الأحوال الإنسانية للفلسطينيين، الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، كل الحديث لا يجري عن الطابع السياسي للشعب الفلسطيني، أنه هذا شعب فلسطيني له حقوق سياسية. يعني الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية يستوجب أنه طرح مسائل معينة، ولكن فقط الاعتراف أو مجرد الاعتراف أنه الفلسطينيين يعني لازم أنه نقدم لهم يعني نوع من تحسين أوضاع إنسانية، هذا يعني تغييب الجانب السياسي، تغييب البعد السياسي، وبالتالي تغييب مفهوم الفلسطينيين كشعب. يعني إحنا منصير كفلسطينيين مجرد ناس موجودين بالصدفة أو بشكل طارئ أو بشكل زائد فائض عن الحاجة في فلسطين، في حين الحديث يجري عن الشعب الفلسطيني اللي هو صاحب الأرض في فلسطين. إذن هاي هذا هو هامش الخلاف أو التمايز بين الإدارة الأمريكية الحالية والإدارة الإسرائيلية الحالية. ولكن من الناحية العملية إحنا شايفين إنه هذا لا يشكل فرقا في الدعم الأمريكي لإسرائيل ومن للحقيقة الناحية العملية وللأسف. أيضا سيد كيالي، هنالك جهود لا يمكن إنكارها تقوم بها الولايات المتحدة بالشراكة طبعا مع قطر ومصر، وهنالك تحركات يعني البارحة واليوم هنالك تحركات منذ استئناف هذه العمليات العسكرية، وهنالك أيضا تصريحات كانت صادرة عن البيت الأبيض بأنه من الممكن أن تكون هنالك توقعات بإمكانية إعلان هدنة جديدة في القطاع. بالتالي هل يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم الضغط على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة ايضا لإقرار يجب هدنة؟ ان نلاحظ هنا، يعني ان نتحفظ هنا وان نلاحظ هنا ان الحديث يجري عن عن هدنه مؤقته صحيح. وليس عن وقف لاطلاق النار. لا يجري للاسف لا يجري التعاطي مع اسرائيل باعتبارها دوله محتله للفلسطينيين، وانه التاريخ لم يبدا منذ الهجوم، العمليه الهجوميه التي قامت بها حركه حماس بالسابع من اكتوبر. يا اخي حتى اسرائيليين مثلا خذ واحد زي جدعون لافي بيقول لاسرائيل انه يعني كيف انه بده يكون يعني شعب من مليونين وربع بني ادم موجودين في معتقل كبير، كيف هذا المعتقل ما بده ينفجر؟ ومين قال انه التاريخ بلش بهذا اليوم؟ هذا انا بحكي عن اسرائيليين بيحكوا هيك وبيخاطبوا حكومتهم، انه هذا الاحتلال الاسرائيلي هو أبشع احتلال عرفه التاريخ. هذا كلام جدعون ليفي. وإذا منروح على كلام إيلان بابي، منروح على كلام جوديت بيتلر، منروح على كلام عديد من الإسرائيليين، شفنا إحنا أنه في يهود داخل إسرائيل وخارج إسرائيل، يهود العالم هم أنفسهم رفعوا شعار ليس باسمنا، رافضين حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، وأيضا رافضين الدعاوي تبع الدول الغربية وضمنها الولايات المتحدة الأمريكية للتماهي بين أنه معاداة إسرائيل تعني اللاسامية. هذا كلام حتى اليهود اليوم، بعض اليهود باتوا يرفضونه نتيجة أنه شايفين ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. الموقف الأمريكي الوحيد المفروض اتخاذه من الإدارة الأمريكية هو إجبار إسرائيل على وقف المعركة، وقف إطلاق النار، وقف القصف، وعدم إمداد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة من أجل أن تواصل القصف وقتل الشعب الفلسطيني. اليوم الحديث عن 50,000 و60,000 ممكن بكرة يصيروا. يعني الموقف الأمريكي هو هون المشكلة، هو العقبة الكأداء أمام أي حل للوضع الفلسطيني. إذا بدون ضغط أمريكي، الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية، مش بسبيل هدن يومين وثلاثة، على أهمية هدنة إن شاء الله لدقائق معدودة، لالتقاط للشعب الفلسطيني التقاط أنفاسه، ولكن هذا ما يحصل. شكرا جزيلا لك سيد ماجد كيالي الكاتب الفلسطيني، كنت معنا عبر زوم من كاليفورنيا.